ما نجامل أحد ونقول للمخطي اخطيت ونزعل ما علينا فيه يشرب من الخور ونوقف موقف الأبطال والقاب هاصيت نفتخر به ونمدح فيه ونقول مشكور والقوي في الرجال نحمله حمل تونيت نعرف انه قوي ويعدي عقاب وحسور والضعيف مشى بثيابه نقول وفيت نعرف انه ضعيف العزم والراي والشور وانت القايد العملاق اللي تمنيت وانت فرصة بلد وانت أمل شعب مقهور لو أنا وانت والله مسألك ايش سويت اعطني كاس ما وانا ألقيك امبراطور لو تغديت عندك وانت عندي تعشيت ذا على جنب نحن اهل واخوان وصهور انت مسؤول عن جمهور ما انت على بيت واعتبرني انا اكلمك بلسان الجمهور شق فيها خطوط من المكلة الصرفيت ولق فيها كباري تذهل الناس ويقسور وبن فيها مدارس والف مشروع لو شيت وبن مستشفيات واهل 2000 دكتور والمطارات أهلها وخط الترانزيت ووفر الغاز والبترول وبلط الخور والمنافذ ضبطها وثبت الأمن تثبيت ولا بغينا نشوف الناس في أي طابور كل هذا لقيته وادري لقيت ولقيت والقعادك وإن قصرت ما أنت معذور وعاد نحنا بغينا المستحيل انت عنيت وفر الكهرباء أو هات لكل بيت ماطور انت مسؤول لازم تفرش الأرض موكيت هكذا الشعب ينظر حسب هذا المنظور ما طلبنا المطالب هذه إلا إذا جيت ليش لأنك قوي ما بترضى بي تقصور وادري إن الحكومة مركزية ولنسيت إنه نظام فاسد فوق راسك ودستور وادري إنك محارب من جماعة حلافيت وكان قبلك على الكرسي 30 طرطور ما عرضنا مطالبنا لهم وانت هدريت ليش لأنهم ضعاف ولا لهم في الشرف دور انت من تكماهم عالي الشان وصيت لو نحمل عليك جبال بالحمل بالثور وسلامتكم.